ربما الحياة تضيق بها، والجدران الأربعة تمل من جلستها في وحدتها، لكنها كانت الأجدر على خلق حالة من التغيير من الشكل النمطي المعتاد. لا تنتهي الحياة بحالة استثنائية يمر بها الوطن كما باقي العالم، ليكون المكوث بالبيت واللزوم به القرار النهائي، ووضع جل اهتمامها في المرحلة القادمة في رعاية أطفالها، لكن دون معيل. تلك المرأة أم مشعل عاشت ظروفاً شديدة القسوة والصعوبة بعد جائحة كورونا التي غزت العالم بشراسة. فقر مدقع واحتياجات تعجز عن توفيرها لبيتها، وأسئلة ملحة تزداد يوماً بعد يوم من أطفالها، ولا إجابة على أبرزها، وهو ماذا سيحمل لنا اليوم وغداً في ظروف حياتنا المرة؟ كانت أم مشعل تعمل عاملة في أحد المقاصف في مدرسة معينة، وكان وضعها المادي جيداً بالشكل المطلوب نوعاً ما لإعالة أطفالها كونها المعيل الوحيد للبيت. لم تتوانى أم مشعل لحظة واحدة في طرق الأبواب للبحث عن عمل ولو بأجر زهيد، لكن الأبواب سدت في وجهها، ولم يبق سوى باب الله تدعو عبره ليل نهار أن يتغير حالها وتجد فرصة عمل تعيل بها أطفالها. فلا معيل اليوم في هذا البيت المتواضع. كل طفل من هؤلاء يحمل في نظراته رغم صغر السن رسالة يخبئها في داخله ولا ظهور لها، يدفنها في عبراته خوفاً من ألم الأم. وفي لحظة فارقة في حياة هذا البيت الذي سئم الأنين من ملازمته، انبثقت قصة النجاح التي غيرت المعالم. فالأم طباخة ماهرة، ولأن أهل الجدارة هم أولى الناس باستحقاق الفرصة، رشحت المرأة من جمعية ريف الخيرية وعبر مبادرة منا وفينا لتكون إحدى الطباخات العشرين من الأسر المنتجة لإعداد أكثر من 4000 وجبة غذائية يومياً. انطلقت الأم التي عانت ويلات الفقر فترة ليست بالقصيرة لتغير حياتها وحياة أطفالها، وبدأت العمل في المطبخ الخاص بالجمعية. فبذلك العمل بدأ التغيير يطرأ على وضع البيت شيئا فشيئا، حتى صار المستحيل جلبه شيئا ممكنا. بصبرها عادت الروح للبيت، فالروح لا تغيبها كارثة حلت بالبلاد رغما عن أهلها، بل دبت من جديد في ظل تلك الجائحة لتعود الابتسامة للأم وأطفالها من جديد. تكاتفنا تآخينا، تعاوننا على الدرب يشد هناك أيدينا لنعمر موطن الحب.